ده خاص باللعيب. جنش بيطلب المشاركة أساسياً مع المنتخب. عرفنا طبعاً أن محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك عقد جلسة خاصة مع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب وطلب منه المشاركة أساسياً في المباريات خلال الفترة اللي جاية في تصفياته، خاصة بعد تألقه الملفت في تدريبات المنتخب، وأنه شايف أنه محتاج فرصة، وطبعاً بعد صعود منتخبنا الوطني ممكن هل أجير يديله فرصة ولا لا. الخبر الثاني، إصابة كوكا بشد في العضلة الخلفية. أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا تعرض لإصابة في مباراة النهاردة بشد في العضلة الخلفية، وهو طبعاً لسه هيجري أشعة وفحوصات طبية لمعرفة مدى إصابته ومدى علاجه. كوكا كان نازل بديل لحسين الشحات بالدقيقة 46 لكنه خرج بالدقيقة 85 بسبب إصابته. ألف سلامة عليك. ألف سلامة على كوكا، طبعاً واحد من اللعيبة المميزة، وكان كله قال إصابته في الضمة، لكن هي طبعاً شد في العضلة الخلفية.